سلام، شنو هالابداع؟ لا لا، حلقه عن حلقه. خلاص مش حق اقدم الحلقات الجايه، تعالوا انتم قدموا وخلاص. كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم باقي الشهر. ادري والله ادري انها متاخره. انا تدرون الزمان اللي قبل ما كنت البس ساعات، فما ادري عن الوقت، ما ادري احنا باي شهر لسه. الحين من ردينا حق ساعه تومي قمت اعرف اليوم السبت، بكره الاحد، كذي قمت اعرف. كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر الفضيل، ان شاء الله تصومونه ان شاء الله. يعني احنا يعني نتامل. وبهالمناسبه الحلوه هذه، ها، في خصم شنو من العيار الثقيل 70% على منتجات جولدن سنت. تخيل بنتلي وما فوق، تخيل تشتري عطر بنتلي وما فوق 70% الخصم. هو بس كذي في كود باسمي، يعني فوق 70% الخصم مالي. عيش الحياة. على أي حال، موضوع حلقتنا اليوم يختص في ظاهرة بدأت تطلع بالمجتمع شوية، يعني المياعة هنا صاروا وايد يعني شوية ناعمين، ما تدري ذرابة ولا نعومة. فهذه لها أسباب وايد. إحنا نعتقد أن واحدة من الأسباب إذا ياك ممثل بالإعلام ومثل دور بنت، هذا ممكن يأثر على الأصغار ويتقبلون أنهم يتقمصون دور البنت، وتحدث بعدها المصيبة. لما سألنا الناس بتويتر قلنا لهم شنو رأيكم بالريال اللي يؤدي دور بنت بالأعمال الفنية؟ الغالبية قالوا أصلاً هذا حرام، يعني لا تناقشنا بالموضوع، بنسبة 39%. لكن لو تلاحظون أيضاً في 36% يقولون عادي، قالوا هذا تمثيل، يعني مو صج، إيش حق أنتم كبرين القصة؟ عشان نحل هذا الخلاف ونأخذ الإجابة الفيصل، نسأل الشفاح. صوتي صج. أرجاني البدع. سبحان، تعال يا خلاص، دام صادفتني تعال. لا والله ما أضغطك والله. شلونك؟ شو أخبارك؟ يعطيك العافية. ما أضغطك يبا، أسأل وأنت جاوب. يلا تفضل. شلونك؟ ما تعرف نفسك بالخير؟ زين العابدين النصاب. ونعم والله. الله ينعم حالك. حبي أنا سؤالي بسيط جدا. نعم. هل تؤيد أن الريال يمثل دور مرأة بالأعمال الفنية؟ أكيد لا. والله عادي، ما عندي مشكلة. ما عندك مشكلة أن واحد يؤدي دور مرأة؟ في حد. لا والله، شوف أن عادة خايسة. لا. إذا المسلسل يعالج مشاكل اجتماعية مو بغلط، المرأة اليوم لها قيمة زيها زي الرجل، بس إذا له أهداف ثانية أكيد لا. لا أكيد لا، يعني ما يشوه صورته اسمه رجال بالنهاية. ما بتأيد؟ يعني 90% لا. ليش؟ في واحد من الفنانين طلع وصرح في الفترة الأخيرة وقال أنا الشيء الوحيد اللي تحسفت بحياتي إنه مثلت دور المرأة. أنا أعتقد المرأة تقدر توصل دور المرأة والريال يوصل دور الريال، أما تشابك لأنه هو اسمه ريال، شلون أروح أنا اسمي ريال أروح أقلد لي بنات؟ لا حيبا، لا شو يصير، عيب يا معوج. أنا رجل يجب أن يكون يعني ملتزم في شخصيته، ما يصير أنه يتقمص شخصية المرأة، ولا المرأة طبعاً تتقمص شخصية الرجل، لأنه لا يمنع عاداتنا ولا تقاليدنا. زين، شفت درب الزلق؟ إيه طبعاً. إيش رأيك بدور عبد العزيز النمش الله يرحمه، لعب دور أم؟ هذا وقت، يعني قبل تأيد والحين لا؟ إيه الحين لا. ليش؟ مدروس في حريب التلفزيون أول ما؟ والله يمكن قبل غير والحين غير، تغير يقبلون المجتمع الحلة. اي والله انا اشوف هذا يعني الراي. وقتها ايام الستينات والخمسينات ما في، كان اصلا ممثلات، فيعني هو اجاد دور المرأة زين ومشت عليه، يعني حتى يمكن مرة او مرتين مثل دور رجل ما حد عرفه. بالرسالة اللي كان يقدمها النمش غير، وبعدين المرأة بهذاك الوقت كانت حنة
يعني الوضع غير الحين. الوضع صار انه فول ميك اب والجسم تشوفه يخسر الملابس وشايل شعر ايده، فهذا يعني ما يعجبني. انا الوحيد اللي عجبني شعيب صراحه بس. الله الله، حطوه هذا وعيدوه خمس مرات. عدنا اليوم اعزائي المشاهدين بان الجمهور عنده وجهه نظر يعني مغايره للي احنا توقعناه في سؤال تويتر، لذلك راح نطلع فاصل لان المخرج التلفزيون يعني يقول خلنا نصدم الجمهور. تدري احنا الاعلام التقليدي صدماتنا على قدنا. تخيل لو صار شيء كذي يتقدم، مو لو عجبني والله. حياكم الله معنا هاي مره. شنو هذا سؤال الشارع؟ شو اللي صار؟ اللي صار شيء واحد، ان الناس اصلا ضد انك تقلد تمثل. ماكو، خليك ريال وصير ريال، لا ادوس على راسك. يعني هذا وجهه نظر الجمهور. واضح انهم ما راح يحشمون اي واحد يؤدي دور بنت. لكن اليوم في الساحه في ناس الحين بالانستغرام قاعد يقلدون بنات وقاعد يطلعون ويطنزون على البنات. اتوقع في حساب ضارب منتشر والناس كلها تابعه، ما راح اطول معاكم. خلونا نشوف هالحاله راح تعجبنا بعد اللقاء ولا ما تعجبنا. الرد نخلي الرجال يقلدون بنات ولا عيب وفشل. الله لا بارك الله بعدوينهم. رحبوا معاي، املها الانستغرام اشهاب. حياك الله، يا هلا يا هلا يا هلا. وينه ايكاو؟ يا هلا شلونك؟ حيا الله من يانا. شلونك؟ تمام الله يسلمك. الاخبار؟ تفضل تفضل. هذا والله الساعه المباركه. انت ايش فيك يابس؟ سؤال بلش بعدين راح. اوكي والله يابس، ما احب المقدمات. حيا الله من يانا على طول. دش السالفه وخلاص. دش على طول؟ اي اوكي. شعرك تبن ليش؟ لانه مو شغلك. سؤال، انت مشهور على شنو؟ مشهور بتقديم فيديوهات تقليد. يعني منو تقلد عاده؟ فنانين، مشاهير، ممثلين. اكثر شيء شباب ولا بنات تقلدهم؟ بناتهم الاثنين. بس انا شفتك بالانستغرام اغلب فيديوهاتك قاعد تقلد بنات. من اختيار الجمهور. نبي تقليد عندنا هني بالحلقه. نبيك تقلد شخصيات مشهوره. انا ادري ان انت ستايلك تاخذ فيديو وتركب عليه حركات. انا بطلع لك فيديوهات من برنامجنا من ضيوفنا ونبيك تقلدها. جاهز؟ جاهز. اوكي يلا. نبيك تقلد رواء ولا هذا شنو؟ كذاب. معك روان بن حسين. حياك الله اختي روان. ممكن تقلدين لنا بس هالمقطع هذا؟ يلا. نورت الاستديو. شكرا. بس انت صدق ولا خايفه الحين؟ اي الحين شوي خوفتني. من شنو خايفه؟ ما ادري تخوف. يلا السمع سيء. زين زين الحين نبي ساره الودعاني. اي يقول لك ليش قاعده كذي؟ صدق؟ اي لا يعني مرتاحه عادي. ندري ان ندري انك مرتاحه بس مو يقولوا انت بنت المفروض ان قعدتك مرتبه. والبنت يعني هذه مو جلسه بنت؟ لا يعني قعدتها مرتبه حق لقاء. اي ما ادري. يعني ما حسبت حساب هالشيء هذا؟ والله لا. شوف شلون يا جماعه لا تلومونها يبا لا تستفزونها مسكين ما تدري والله قاطع. لا ادري والله قاطني مع شعيب. اوكي. اللي بعده اخطر شويه. ملاك. ملاك ما تشرفنا؟ ملاك ما تمثل الكويت؟ لا قصبن عليكم طول ما عندي الجنسيه السوداء امثل الكويت قصبن على شوارب ابوك. لا بس. انت ما تمثلين لنفسك. لا 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 امثل لك بس. انا اقول حق ولدي احد يقول لك حمار اقول له انت حمار ابوك حمار امك حماره. اوكي ولا مو اوكي؟ نار والله نار نار. المناسبه السعيده والله العظيم هديه لك من اون تايم ساعه نسائيه طبعا مو لك حق الادوار اللي تاديها. حق الوالده. لا البسها مثل فيها. حق لا ما البسها حق الوالده هذه. تستاهل. كيف يلا تستاهل تستاهل الله يطول بعمرها. الشخصية اللي وراها عاد نبدأ نصعد شوية نصير شخصيات شموسة. أشرس. تفهم. نبي شمس. Let's go. قوي ما يضر شعيب. ضعيف اللي يكيد. الشيطان عشان هو ضعيف يكيد. عمرك عمر الإنسان القوي ما القوي واجه يقول لك أنت أذيتني سويت لي كذا كذا بس ما يضر. ما عمرك تصدق إن في قوي ضر.
الجبان هو اللي يضر، أنا قوية. آخر فيديو موجود لك، ما في غيرها. حليمة. حليمة. شغلك الفيديو؟ لايف بيني وبينك. أوه. ما تبي الفيديو أكيد؟ لايف. لايف. لازم تضبط الصوت. حيا الله حليمة. الله يحييك، شلونك؟ تعال عدل. ترى حودتك ورا الشمس. ترى أنتي قلتي لي إياها من سنتين، وكاني ما مت. شوف هما دايما يحاولون يستفزوني، دايما يحاولون يجرحوني، فاليوم لا تجرحني، ما بيودك ورا الشمس. شمس ايه؟ في شيء يضحك؟ لا لا بالعكس، دمك خفيف. شنو افضل اغنيه ودك تغنينها يا حليمة؟ بابا روح. هلا. إيه؟ ابني روح. ايه ايش عيب روح. ايه وش طح. زين حليمة، من خلال متابعتك لسوار شعيب وشفتي طريقة الإعلانات اللي عندنا، أبي أكثر فقرة إعلانات عجبتك شنو هي؟ والله بقولك شيء شعيب. إيه؟ أنا تابع برنامجك ما عشان إعلانات. آه. عشان جمال وجهك. آه بدينا بالمسخرة. يبا أنا ذاك سيزن 2 كنت مو متزوج. لحظة لحظة لحظة، وقف التصوير. هذا راح ينعرض بالشاشة؟ إيه راح نحط بالشاشة، هذا بالكاميرا قصدي، قاعد تصور. حليمة رجاءا ردي على اللي موجود باللايفات. لا تخليني ورديك ورا الشمس. انتي ما عندك غير الشمس؟ ايش ما عندك اماكن ثانيه تودينا؟ ايش دعوه نوعي ترى. شعيب تفضلي. يوهانا ايش المشتهيه؟ مشتهيه شي خش خش وانسهاره. فينجر سوشي. تبي فينجر سوشي؟ حاضر حاضر حاضر. تامرين امره. كم حليمه عندنا؟ اي واحده تبين؟ تبين واحده واحده واحده. دمي خفيف أدري. تبين كريسبي ولا سبايسي؟ حب سبايسي. تبي الحرارة؟ تفضل عليك بالعافية. يلا ناكل أنا وياك. جاي يسمونه اتيكيت. إيه. وين هذا اتيكيت؟ ما تعرفين اسمه شلون؟ إيه يلا. This one هذا. أنا ما تذكرين اسمه. يوهانا لازم أكل أنا. Chopsticks. شلون تأكل حليمة؟ الله يلوح جبدك. يلا رد حق اللقاء. يلا. شنو قصة التمثيل وياك أو التقليد يعني؟ هل أنت هاوي حاب الشغلة، أحد اقترح عليك بروحك، جربت ضربت قلت يلا مخطط ولا كذي؟ في عمالقة الفن قبل يسوون هذا الشيء، فقلت بسوي نفس الشيء بس بالإنستغرام على أسلوبي الخاص. أنت بعد 10 سنين شو وضعك؟ هل مستمر انستغرام؟ في توسع اكثر؟ وين رايح؟ راح اقدم اشياء جديده. مثل؟ ادش عالم تمثيل دراما الفن. اه ودك تمثل انت تمثيل صجي؟ ايه. مولود بالكويت صح؟ مولود بالكويت. انت تتخرج ان شاء الله؟ السنه الجايه ان شاء الله. تبي تدش شيء له علاقه في مجالك ولا ما تبي؟ ودي اصير دكتور. كفو والله. زين دكتور شنو؟ دكتور الولاده. ليش معنى؟ ما ادري، احب اشوف العيال بايدي. زين تقدر تشوفه بعد ما يولدونه؟ مو لا احب اشوفه قدامي. تشوفه يطلع بويك كذي. اي اشوف يعني دم مو حلو المنظر. اشوف ود يعني تعال برا يعني اشوفك. بس هو الدكتور ما يسوي تعال برا كذي. اشرح لك اكثر. خلاص احب اليهال انا. اه تحب اليهال؟ شلون يطلعون؟ اول ما يطلع مع الدم. بس اليهال يكون بس حالاته هنيه مو شيء حلو. انا راح انظفه وشي يعني لا تحاتي. انت تحب تنظف اليهال؟ اقول اشوفهم يطلعون شي اشوفهم. تبي تشوف الالم على المراه هذا قصدك؟ لا راح اقول لها شدي شدي. ايه والياهل ايه واو. زين هذا ما يحتاج دكتوره، اقول لها شدي شدي واليالي بالله. هذه بالدرس مثلا. والله واحد اي زوج يقدر يقص المشيمة عادي، مو قصه يعني. ايش حقه تبصير دكتور ولاده؟ انا عندي هذا موضوع اهم من الحلقه، ليش تبصير من دكتور ولاده؟ ايش حق سؤال ثاني؟ والله ايش بتسوي؟ تقلد الياهل اول ما ينام؟ لا مثلا اشوف مثلا احب اشوف المره قدام قاعد تتالم. انت ترى ميولك غريبه. يبي برا وانا راح بس تبي تشوفه يطلع. زين ممكن ما تاخذ دكتوره وتفتح يوتيوب وتشوف ولادات وتفكنا ولا تضيع سبع سنين. ما راح تفهم انت ايش عليك 7 سنين من عمرك تضيعها. انا مصلح دكتور. انا دكتور. ما اصير دكتور. راح اصير دكتور. طيب خلاص هذا شغلي. تقليدك للبنات ما يسبب لك هجوم من الجمهور وانتقاد؟ اغلد الشباب وبنات مو بس البنات. حتى التقليد البنات الجمهور ما ينتقدك عليها؟ قبل عمالقه الفن يقدمون هذا الشيء، ناس هم قاعد يشجعون هذا الفن. مثل منو اللي قلدوا عمالقة الفن يعني؟ عندك وايد. مثل؟
اسم الحين طارق العلي اوكي حسن البلام طيب. كان يقلدون طيب على موضوع حسن البلام تسمح لي اراويك الفيديو من الاشياء اللي تحسفت بحياتي اني سويتها ادوار الحريم صدق اي والله ليش تحسفت عقب ما كبرت وقعدت وقت روع قال وقاعد بين شو السالفه الفنان حسن البلام نوجه له تحيه اكيد متحسف ومفتشل ان ادى ادوار بنات وكونك انت في بدايه المشوار هو اخبر منك صح هذه رده فعله شنو وجهه نظرك وتعليقك على كلام البلام هذا وجهه نظر اول شيء حلو مو انه هو متحسف لازم انا اتحسف نفسه يعني عندك ناس كبار غيره ليه الحين قاعد يقدمون هذا الشيء حلو تحسف على هذا الشيء لا اوكي قاعد يقدمون حسب معرفتي البسيطه استاذ حسن ان المجتمع بدا ينقد عليه ان انت ايش حقك قلدت فلان او شكلك كان غلط هي الشكل والمنظر اللي طلع فيه ما كان منظر حلو فهل انت باكر اذا كبرت صار عمرك 35 سنه 40 سنه تتوقع راح تكون راضي على اللي سويته اوكي رد الحين تفضل الناس هي السبب قاعد يشجعون هذا الفن ان نبي نشوف هذا الشيء الناس اللي ينتقدون ان الفن التقليد ما نحبه وكذي اخر شيء يروحون المسرحيات يصفقون حق الفنانين العمالقه شنو قلت انزين هذا هذا الجواب انه ما انت عندك مشكله بحرف الجر انا مو قاعد استوعب بالضبط لا انه هم قاعد يشجعون هذا الشيء ليش يقولون الجمهور ادري اللي ينتقد هذا التمثيل قاعد يروح المسرحيات اللي فيها ريايل يمثلون دور بنات هذا قصدك ايه يعني السبب الجمهور الجمهور هي السبب لو الجمهور انتقد هذا الشيء تكمل فيه شلون يعني لا تغير صوت شيء لا خلاص خلاص لا صوت شيء كنا قاعد تقول لي شيء يعني. لا تغير المزاج العام زين في فرق بين تشبه وتغليد اشرح لي شنو يعني تشبه شوف واحد مايا قاعد يمشي بالشارع ان حياته مو قاعد يمثل حياته الصجيه يعني ايه تغليد التقليد شخصية بس ايه انه ما يكون نفسه بالضبط مثلا الحين روان بن حسين حواجبها شيء حلوين كبار طوال ايه زين فما يسوي نفس الحواجب شو راح يقولون انت شنو راح تقول شاب عاجبك الوضع انت قصدك انه تسوي نفس الحواجب بس غير يكون بشكل فكاهي انه مبالغه بس ايه ومؤقت قصدك ايه تبي اراويك سحر ايه حاضر لا تبي تجرب؟ لا مويه حتى ترى مويه هم اثنين لازم عيش الجو انا وعصير تام اشرب تعالوا خلاص يا شباب عشان جبروا بخاطره تعالوا اشرب 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 يا حلو جد العافيه بالعافيه شقوه لين يبطل يشرب حسن اتصور في بعض الناس يتنرفزون من فيديوهاتك صح لما تقلدهم يتضايقون ما في احد ضايق؟ مو وايد اكثرهم يحبوني يعني في ناس ايه منو؟ اعلاميه اي منو؟ شنو منو؟ ما راح اقول اكيد ليش؟ رافع علي قضيه بس رافع علي قضيه؟ كانت رافعه بس خلاص سحبت القضيه يعني؟ ليش؟ شنو كانت القضيه؟ انه ليش جبت اسمي او ليش خلتني باسلوب ما ادري كاتبه بالقضيه باسلوب ما ادري لا ان مثلا ليش انت ليش مقلدني انت او مقلد صوتي انت مقلد صوتها ولا بالغالب باللايف ما تحملت القشمره انا قلدتها باسلوب محترم يعني شلون محترم ان يا حليله هذه وايد حبوبه فهذه صوتها بس تجي باللايف زي منو هي ما اقدر اقول طيب انت خلاص خلاص يعني سحبت القضيه خلاص لا تجيب اسمي وما قالت شيء يعني نوعها زعولية تزعل بسرعة أنا لاحظت أنك ستايلك مايع شوية هذا كلامك أنت؟ كلامي أنا أيوة أتحمله يعني بس أتوقع أنا ويمكن وايد ناس يشاركوني أو بعض الناس يشاركوني هذا الإحساس أنا حسيت طريقة كلامك ناعمة بالحوار حتى الحين وياي ناعمة مو بس تقلد البنات يعني أغلب وقتك حتى تتكلم نفسهم يعني عاجبك الستايل مال البنات شخصية البنت ودك تتقمصها دايم بالعكس قاعد اسولف معك عادي انت بالنسبة لك هذا عادي شلون قاعد اسولف معك
ايش حقه يطخ صوتك فجأة؟ ايش حق يعني شلون انا قاعد اسولف معك؟ الو من اول لقاء قاعد اسولف معك عادي. ما قلت الو سعيد. اي اوكي. عندي اعتراف. اعتراف؟ اعتراف. قدام الكاميرا بقول. تفضل. اذا هذا انت مالك شغل فيه بس انا قايل انه لو اطلع انا باللقاء راح اقول هذا شيء اعتراف. اوكي تفضل. لشخص. اللي تامر عليه تفضل. هاي. شلونك اخبارك؟ بقول لك شيء. عليا. انا احبك اوكي فاسف اللي سويته انا امس قدام الكل بقول لك انا احبك و كابتن مو جسر المحبه هذا سوار شعيب زين بس انا حلفت اني راح اعترف لها بسوار شعيب تفضل تفضل انا احبك انت من قبل مو قايل لها احبك لا هذه اول مره لا انا عرفت ان افلام بوليوود ان قدام الكل اي اوكي شاروخان وشي صدق في واحده سمع علي والله والله صدق لا تقول اسمها ما ارضى كفو طز بشرب رجال ما يفتخر فيك وطز فيك لا سوري تحمست 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 عليا ايه احبك الله يا سلام صدق تعرف واحد اسمها عليا وتحبها كاميرا خارج الكاميرا لا لا بس صدق كاميرا دايره والله اخوي احبها لو شي ما قلت امي تذبحني لا من هذا عليا اوف صدق زين لو ردت عليك الحين مسج وقالت لك بعد الحلقه لا راح ايش راح تقول لي امي لا مو من صدقك زين وبعدين بس زين في شيء سخيف ثاني بتقوله انا برايي الحب هو حب هو شيء تحسه بقلبك ايش حق وياه ايش حق عشان تتاثر اكثر خلي اشرب هذا هذه عصير تان عطنا شيء مره واحده بعد ايه كان شيء وانا ايه حسيت باليوع شوي ما حسيت انك مصيود فقط باليوع ما ادري حسيت ان جني دش فيني ايه ان شاء الله حلو دش فيني بقلبي حلو انزين وبعدين ساحرتني خلاص هذه ساحرتني شنو بعد ساحرتني ساحرتي ساحرتني نروحك فقره تحت الطاوله ليتس جو فقره تحت الطاوله جاهز بسم الله مو هذا مو هذا اسف اسف لا لا هذا اسف بالغلط بالغلط مو ما شغل بس اتاكد اي مولتن كيك مال كوكوفيه يب 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 صدق ولا تبي؟ والله جد يلا براحة سوري بالغلط هو مو حقك حق المصورين الله قلبك الحنين بالميكرويف احلى يلا زين عطني خلنا نسخن لك كل اللي كليته هذا بعد الحين يا لحظه اخر واحده حلوه ترى جد اي لا عليك براحة واضح انه مو حلوه الميكرويف والله حلو ولا ابي خلاص لحظه تمام عليك بالعافيه بحر بيت اوكي اسمه مولتن كيك من كوكوفيه تعرف كوكوفيه هذا اسمه كوكوفيه جاهز حق تحت الطاوله جاهز بسم الله انت عرضت على فريق سوار شعيب انك ترتب وياهم تحت الطاوله طبعا هذا الشيء ما اقدر انكره لان انا عندي المحادثات بس انا راح اقول لك هذا الكلام من باب مصلحتك انت أنت معطينا محادثة بينك وبين مشهورة قاعد تأكد فيها أن هذه المشهورة تبيك أنت تقلدها تبيني أنا أطلع لك هذا كنا أنا طايح على السالفة ها؟ وكنا أنا اللي مكتشف الموضوع وأنت كنت بتقول لي إيه هذا هذه الرسائل حصلت وصارت ولا أدري شنو أنت بتستفيد من هذا الموضوع أنا آسف إنه ما صار الاتفاق اللي أنت حاطه ببالك لأن هذا لمصلحتك لأن أنا لو أعرض المراسلة ترى أنت اللي بتضر أول شيء المراسلات الخاصة هاي سرية ما يجوز تنشرها لا قانونا ولا أخلاقا حقك أنت لأن لو انعرضت راح تعرف البنت إن أنت اللي مطلعها هذا واحد اثنين أنت في بداية الشهرة صغير يعني مو معقولة يضيع وقتك هذا كله حدش فيها سجن ولا ما أدري عاد شنو الحكم اللي تأخذه على اساس والله انت تبي تنشهر ولا تبي تسوي ضجه بالحلقه خليني اقول لك شغله بس عشان تعرف ترى احنا كل تحت الطاوله اللي مر علينا ترى ما في فضائح الشغلتين اللي كنسلناهم او الثلاث حلقه حل الترك لان وضع العائله ما يسمح حليمه بولد لان الشيء خاص مو موجود بالاعلام وهي رفضت فما نزل ملاك لان ملاك وصلت مرحله زينه مع العراق فخفنا ان تحت الطاوله ممكن يرد المشكله ثاني مره باجي تحت الطاوله ما في فضائح ترى هذا اللي سويته هو الفضيحة بعينه
انت قاعد تفضح واحدة تراسلت معاك خاص وثقت فيك. اللي بقولك هي ان انت لك مستقبل زين وتقليدك حلو. اذا عادي ارد تفضل دام فتحت الموضوع هذا حلو. فان راح اسولف انا بعد ان انا زهقت ان فنان يدشون علي شاب غلدني مقابل ادفع لك فلوس وكذي. طيب. يبان داش اقدم فن تغليد. طيب ما ابي اخذ منهم فلوس. يعني انت مسوي الحركه هذه عشان توقف سالفه الفلوس؟ طيب انت كنت تقدر تروح تقول بالانستغرام والسناب شات تقول يا يبا انا في ناس عرضوا علي فلوس لا تعرضون علي ما راح انزل وخلاص تنتهي القصه. ليش تبي تسوي هالاكشن هذا كله؟ هل فعلا لان انت تبي توقف هذا الشيء ولا تبي يصير اكشن زياده عشان انت الناس تشوفك والحلقه يصير فيها اكشن وتطلع البنت هي بالغلط؟ منو ما يحب اكشن؟ في فرق بين اني اكشن وفي فرق اني افضح. من اكشن من انا خلاص بفتك. يعني انت لهالدرجه عندك عروض وايد ناس قاعد تدفع لك او قاعد تقول لك بندفع لك؟ شوف الانستغرام دايركت. طيب احنا ما نبي نعرف شنو اللي فيها. طيب هذا موضوع. الموضوع الثاني انا عندي معلومه ودليل ان انت في ناس عارضين عليك فلوس عشان تقلد ناس ثانيين. من وين لك هذا الشيء؟ هذا سمعك انا الحين. خلاص عرفت انا. اسمع اسمع. تعرف منو؟ اشغل ولا بتقول؟ انا راح اقول خلاص. تفضل. مو لازم يعني شو اسمه. في فنانين يكرهون بعض وكذي. ايه. يدشون ان ندفع لك هالمبلغ شاب اسلوب وشن محترمين وكذي ان غلد هذه الفلانه وكذي. في احد يطلب حق احد ثاني عشان ايه. يضره. ما ادري شو تفكيره بس هو الهدف كذي. تبي تقول منو ولا احط الفويس؟ انا الفويس راح احطه نفس ما هو بدون تعديل. الفويس اللي عندي. تبي تقول منو هو ولا انا ان شاء الله؟ مشاهير السوشيال ميديا شعيب. مو لازم. في شخص هني موجود. انزين مو لازم. لا لازم. زين قاعد اقول لك مو لازم. لا لازم لان الشخص هذا كان بيضرني انا. انا اللي كنت بنضر مو احد ثاني. اسمع يا شهاب ابيك تقلل شعيب وتحط مكياج وتكبر البطن اكبر شيء 3 كيلو وابيك تطلع فراسه شيب اكثر شيء جيب طحين وحط حط حط تدري شلون؟ صور وانت بخيش الطحين ولك مني 1,000,000 ريال كفو بس لا تعلم حد. عرفت من هذا؟ شبل شبل قطر ناصر رجله تحية. رجله تحية وعسى الله يشافيه. حاليا هو قاعد يعالج في لندن. دز لي فويس بسمع الفويس مرة ثانية. أنا حسيتك خفت صدق في شكله في فويس صدق لأن أنت بغيت تجيب العيد وتقول صح؟ زين نصيحة أخو نهائية قبل لا نختم الحلقة. إذا في أحد بيعطيك فلوس ومنوي مرة واحدة لا يروح وتاخذ منه كاش خاف يصورك كل شيء. دز له لينك ماي فاتورة. تحول لا من شاف ولا من دري. نورتنا بسوار شعب. حياك الله. يلا شباب خلصنا يعطيك. وين هذا؟ ترى القدرة شي محبة بالناس يا شعيب. أنا؟ إي هلق هلق هلق. يا أيها الشعب العربي العظيم، هاي ومن خلال متابعتي لكم عبر هذا الآي ماكو وبعد أن شبكت على الانترشيت وطلع لي المهم شبك في النهاية، أود أن أصارحكم بأمر very important. هل تنتقد شكلي الآن؟ هل لا يعجبك وضعي للورد والتشبه بالنساء؟ I don't give an intershit لكل ما تقولون لأنكم لا تجرؤون. أعلنها أمامكم
أنا أؤيد خرابكم، أنا أؤيد تقليد النساء. لماذا؟ لأنها تشعل الفتنة بينكم، فيبدأ المطاوعة في مهاجمة الليبراليون، ويبدون الليبراليون في مهاجمة المطاوعة. المطوع يقول حرام، والليبرالي يقول حرية شخصية، والبنات غير. واي مونسني ايش حق تعصبون عليه، خلنا نضحك. فتكون هناك ثلاثة أفرقة ويستمر بالحكم. من يعترض على قراري؟ أين تعترض؟ وين؟ تصويت لا يوجد انتخابات. تريدون انتخابات؟ أفوز 100% رغما عن أنفك واللي خلفوك. تكتب تغريدة؟ أكتب اسمك بالوفيات. تذهب للمظاهرات؟ سيكون آخر ظهور لك. ماذا ستفعل؟ أنا القيادة، وأنا أويد خراب المجتمع لأنه يساهم باستمراريتي. ومن هذا المكان أطلب من وزارة الداخلية منع الشاي المنيس من أن يباع، لأنه الشاي الوحيد الذي يجمع الأسرة كاملة، فتتفقون وتحبون بعضكم وتقولون عني كلاما موزعي. لا تزرعونه في الكوكب. اشتروا لي كرت جديد، انتهى الانترنت. تعرف تشغيل الانترنت؟ قرب الشعب، لا مشكلة. أين الماوس؟ الماوس، هل يعمل هذا من غير ماوس؟ ما تذبوا يوم قالوا الفلوس تغير الانفوس. ياما محلات بدأت صغيرة كبرت، صارت سوبر ماركت، ونسيت أهم شيء ممكن الإنسان يبيعه، شيء يذكرنا برجولتنا وفحولتنا، وجه البقالة. هذا الوجه لا زال يباع بالبقالات فقط. البقالات هي الوحيدة اللي رغم أن ربحها ما كبر، إلا أن داخلها كبيرة وحافظت على هذا المنتج اللي العلامات التجارية تخلت عنه، اللي العلامات التجارية حاولت تنسينا رجولتنا وشنباتنا. البقالات اللي طايحة من عيننا هي الوحيدة اللي حافظت على ذكوريتكم. ولا مو بس شنب العطر، هذا عندهم باقة كاملة، يعني عندهم مثلا حق الإنسان التقليدي يبي شنب تقليدي ما يبي بالغ عشان لا يخسر الناس، حق اللي يبي يصير مبالغ بشنبه ممكن ياخذ هذا، وعنده نقص بالرجولة يبي يعوضه بهالشنب ممكن، اللي بين هذا وبين هذا ياخذ هذا، يعني شوية تقليدي بس في حركة بسيطة. هذا حق اللي ولا غلطة، يعني اللي يبي سيده تحت بالملي، اللي لبسه دائما دقيق ومرتب وكذا. هذا لا، اللي عامل شنبه معاملة الكلب، يعني يلبسه نص ساعة بعدين يحذفه كذي ويروح ويرد له ويرد يلبسه ذا نفس اللفة مالته. أنت يا طويل العمر، أنت كونك رمز لكل البقالات اللي حافظت على عاداتنا وتقاليدنا يشرفني وفريق عمل سوار شعيب أن نقدم لك هذا السوار. ممكن تستخدمه بعد شنب، يعني شنب سوار، لا ما يصير شنب مسكر، يصير قفل ملبوس العافية. خلاص عرفتم تتقطعون متابعينها، يلا ممتاز. ترى مو مارفل احنا، تنطر بعدها بيصير شيء، ما عندنا خلص كريدت ونحط.